السلام عليكم أبنائي طلبة وطلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة سريعة لمادة اللغة العربية. النهاردة أولاد هنشوف المنهج بتاعنا ممكن يجي إزاي على شكل اختيارات. تعالوا نشوف مع بعض القراءة ممكن تيجي إزاي. بنقول هنا أولاد المعاني مفرد والجمع والمضاد، دول كلهم ممكن يقول لك اختيارات، زي ان هو ممكن يسألك في صلب الموضوع زي ما هنشوف دلوقتي. اول سؤال بيقول لك معنى كلمة حالكة، هل هي مظلمة ولا شديدة السواد ولا ناصعة؟ طبعا يا اولاد معنى كلمة حالكة يعني شديدة السواد، تمام. السؤال رقم 2 بيقول لك شبه الكاتب الحرية بنقط، الثروة ولا الشمس ولا الحياة ولا الجواهر؟ طبعا يا أولاد الشاعر أو الكاتب بتاعنا شبه الحرية بأنها مثل الشمس يجب أن تشرق على كل نفس، وقال إنها الحياة وأن من يعيش دونها يعيش في ظلمة حالكة. فطبعا يا أولاد شبه الكاتب الحرية بالشمس والحياة. رقم 3، المطلب الحقيقي للهرة كان الطعام ولا الشراب ولا الحرية؟ طبعا يا أولاد المطلب الحقيقي للهرة كان الحرية لأنها تركت الطعام والشراب. رقم 4، تمنى الشاعر أن يكون سيدنا نقط، سليمان ولا داود ولا نوح؟ طبعا يا أولاد تمنى الشاعر أن لو كان سيدنا سليمان ليفهم لغة الحيوان. رقم 5، من المرافق العامة، احنا طبعا عارفين يا أولاد المرافق العامة هي المدارس الحكومية والمستشفيات الحكومية والحدائق العامة والمواصلات العامة. فهو بيسألك بيقولك هل هي بيتك ولا سيارتك ولا الحدائق العامة؟ طبعا يا أولاد المرافق العامة اللي موجودة هنا هي الحدائق العامة. تعالوا نشوف أولاد القصة. القصة ما فيهاش طبعا معاني ولا جمع ولا مضاد ولا مفرد، إنما احنا هنخش في القصة على الأحداث ونركز فيها كويس. مثال، أمر عمرو عقبة أن يقيم في البربر ليه؟ يعني يقعد معهم ليه؟ ليعلم المسلمين أمور دينهم ولا ليتاجر ولا ليؤدب البربر؟ طبعا يا أولاد ليعلم المسلمين. السؤال الثاني، ارتد أهل نقط عن الإسلام، مين يا أولاد المدينة اللي ارتدت عن الإسلام بعد خروج عمرو بن العاص؟ بركة ولا طرابلس ولا سبيطلة؟ طبعا يا أولاد هم أهل طرابلس. رقم 3، أول عمل قيادي لعقبة هو فتح إيه؟ خلي بالك هنا بيقول لك عمل قيادي، عمل قيادي يا أولاد يبقى على طول فتح فزان، إنما لو قال لك أول اختبار لعقبة كان فتح الشام. طيب لو سأل هنا يا أولاد اسم إفريقية يطلق على إيه الآن؟ الآن كلمة إفريقية يطلق عليها إيه؟ طبعا يا أولاد هي القطر التونسي. تعالوا نشوف يا أولاد بالنسبة للنصوص هيجي لك فيها طبعا يا أولاد معاني ويعني أسئلة في صلب الدرس، وهيجي لك برضو يعني الجماليات أو مواطن الجمال، وهنشوف دلوقتي الجماليات تتيجي إزاي. بيقول شباب مصر ضياء يشع الخير على مصر وحدها ولا العرب ولا العالم كله؟ طبعا يا أولاد في النص بيقول ضياء يشع على العالمين يبقى العالم كله، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. طيب رقم 2، سيبقى شبابك ضياء، تعبير جميل يصور الشباب بإيه؟ شبابك ضياء يبقى بيشبه الشباب بالشمس. طب يسألك نقص وزاد بينهما إيه؟ تضاد يعني عكس بعض، ولا ترادف يعني الاتنين نفس المعنى، ولا تشابه يعني الاثنين متشابهين في الحروف؟ طبعا يا أولاد نقص وزاد بينهما تضاد. رقم 4، كلمة صدقة نكرة تفيد إيه؟ تقليل ولا العموم والشمول ولا الفخر؟ طبعا يا أولاد ده في الحديث ما نقص مال من صدقة، كلمة صدقة نكرة للعموم والشمول لتشمل كل أنواع الصدقات سواء كانت صدقة المال أو صدقة الفعل أو صدقة القول. تعالوا مع بعض نشوف السؤال الخامس من نص العمل الحياة. بيقول ألان الله لداود نقط، ها
لا، اللي قال النحاس غلط، ألان الله لسيدنا داود الحديد، إنما ربنا أذاب النحاس إلى سيدنا سليمان. تعالوا نشوف أولاد في النحو السؤال يجي إزاي والإعراب يجي إزاي. جايب لك سطر أو سطرين بيقول لك مصر عظيمة يضحي أبناؤها بأرواحهم فداء لها، عشت يا مصر عزيزة. بيسألك السؤال الأول، اعرب كلمة أبناؤها. كلمة أبناؤها تعرب إيه؟ أشوف في القطعة أو في الجملة بيقول يضحي أبناؤها، مين اللي بيضحي أبناؤها؟ تبقى فاعل. طيب كلمة عزيزة نعربها إيه؟ بيقول عشت يا مصر عزيزة. كلمة عزيزة تعرب إيه؟ طبعا اللي قالت نعت أو قال نعت غلط. ليه؟ كلمة عزيزة نكرة وكلمة مصر معرفة، فده ما ينفعش يكون نعت خالص. النعت بيطابق المنعوت في التعريف والتنكير. أما الكلمة عزيزة دي يا مصر هتعرب خبر؟ لا طبعا، لأن الجملة فعلية، ما بقاش قدامي إلا الحال، أشوف هل هي مطابقة لشروط الحال ولا لا. أحط كيف في أول الجملة، كيف عشت يا مصر؟ عزيزة، يبقى كلمة عزيزة حال. اسألك بعد كده يقول لك كلمة عظيمة خبر، يقول لك أهو فوق مصرنا عظيمة. كلمة عظيمة خبر نوعه إيه؟ طبعا يا ولاد شايفين كلمة عظيمة كلمة واحدة اسم فيها تاء مربوطة إيه؟ يبقى ده على طول خبر مفرد. بيقول لك عشتي فعل نوعه ايه؟ صح ولا معتل؟ اجيب الماضي بتاعه عاشا، حرف العله في النص اهو، يبقى ده فعل معتل اجوف. نشوف قطعه كمان بيقول تسعى مصر الى النهوض بالتعليم لان للتعليم اثرا كبيرا في تنميه المجتمع. وبيسالك سؤال بيقول لك رقم واحد تعرب كلمه اثرا ايه؟ يقول لأن للتعليم أثر، لأن للتعليم أثر. طبعا أنت عندك أن جاي بعدها للتعليم جار ومجرور، يبقى جار ومجرور ده بالتأكيد مش هو اسم أن. وبعد كده جاي لك كلمة أثر، أثر ده يا ولاد هو اسم أن. الجملة نرتبها بقى صح، نقول لأن أثرا كبيرا للتعليم، يبقى كلمة أثر هتبقى اسم أن. طيب جايب لك في الجملة التانية أو السؤال التاني بيقول العلم فوائده كبيرة، الخبر في الجملة دي مفرد ولا جملة ولا شبه جملة؟ طبعا يا أولاد العلم ماله فوائده إيه؟ كبيرة. ده من كلمتين وفي فيهم ضمير بيربطها بالمبتدأ، ده على طول يا أولاد خبر جملة اسمية. والخبر الجملة الاسمية خلي بالكو بيبدأ باسم، يعني كلمة فوائد دي اسم، يعني عشان ما يبدأش بفعل وتقول عليه خبر جملة اسمية غلط. طيب السؤال رقم ثلاثة عايزك تركز فيه، بيقول يجد الطالب أو يجد الطالب في المذاكرة. يجد طبعا يا أولاد قبل ما أشوف الفعل صحيح ولا معتل بجيب الماضي بتاعه وأحذف كل حروف الزيادة. أجيب الماضي بتاع الفعل يجد الطالب في المذاكرة، هتلاقيه الفعل إيه؟ جد، جد الطالب في المذاكرة، جد. لو انت خدت بالك كده وناصح هتعرف ان جد الدال هنا اولاد مضاعفه، يعني تحس ان انت نطقتها مرتين لان عليها شده، يبقى ده على طول صحيح مضاعف لان ما فيهوش حرف عله. انما لو انا جيت قلت لك نجد الراحه في الصلاه، نجد الفعل الماضي بتاعها ايه؟ وجد، ده في حرف عله موجود في الاول، يبقى ده معتل ايه؟ مثال. ده يا اولاد كان شكل الاسئله زي ما ممكن تيجي في الامتحان، مع تمنياتي بالتوفيق.